صدر للراحل العديد من المؤلفات الأدبية الناجحة، أبرزها رواية خفة الكائن التي لا تحتمل، وكذلك كتاب الضحك والنسيان، وحفلة التفاهة، وغيرها من الأعمال الأدبية الرائعة. للتعليق على رحيل الأديب الكبير ميلان كونديرا ينضم إلينا عبر الهاتف الروائي والمترجم الأستاذ أحمد عبد اللطيف. أهلا بك أستاذ أحمد. مساء الخير يا دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أستاذ أحمد، ما الذي أضافه ميلان كونديرا بالنسبة للرواية العالمية؟ يعني خلينا نقول ان بداية من النصف الثاني من القرن العشرين نقدر نتكلم عن مجموعة اسماء عالمية اصلت المكتبة العالمية وبالتالي المكتبة العربية من خلال ترجمتها للغة العربية بكتب مهمة جدا، روايات اثرت في فكرة يعني بنية الرواية نفسها ومنظور الرواية اللي هو التصور الفني للرواية. فميلان كونديرا من الكتاب اللي ساهمه إسهام كبير وواضح ويستمر وقت طويل جدا بهذا الصدد. لماذا لم يمنح جائزة نوبل في رأيك؟ الحقيقة أن ميلان كونديرا مرشح دائم، كان مرشح دائم صحيح نوبل، ويمكن من أخطاء نوبل الكبيرة أنها تجاوزت ميلان كونديرا زي ما تجاوزت أسماء تانية قبل كده، يعني خورخي لويس بورخيس الكاتب الأرجنتيني، دوستويفسكي، تولستوي، يعني أقصد أن في أسماء تانية كبيرة أخطأت جائزة نوبل بتجاهلها لكنه كان يستحقها بالفعل بالتأكيد. كونديرا أيضا أستاذ أحمد تعرض للنقد بسبب كونه في رأي البعض كاتب ذكوري زي ما بيوصفوه، إلى أي حد تتفق مع هذا النقد؟ لا أنا لا أتفق، لا يعني لا أتفق أصلا مع يعني مع هذه الرؤية، لأن يعني أرى أن الكاتب هو ابن تجربته. تجربة ميلان كونديرا هي تجربة الرجل زي ما بنقول، وتجربة المناضل السياسي الناقد كمان السياسي اللي شايف زي ما بيقول أرسطو انه يعني كل ما هو في العالم هو في الاخر سياسة. هو قدر يحول ده الى كتابة روائية. لما ميلان كونديرا هيكتب او كتير جدا من الكتاب الرجال هيكتبوا بالتأكيد هيعبروا عن وجهة نظرهم من العالم للعالم من موقعهم هم، انما هل ميلان كونديرا كان في كتاباته ضد المراه؟ لا اطلاقا، يعني ما كانش يعني ده ما مش موجود في كتابته. كمان يعني كي لا ننسى ان هو في النهايه هو كاتب اوروبي ومنظور الرجل الاوروبي بشكل عام للمراه هو منظور منفتح ويملأه يعني كثير من التقدير. أنا بشكرك جدا الروائي والمترجم أحمد عبد اللطيف معلقا على رحيل الكاتب العالمي التشيكي ميلان كونديرا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.